السلام عليكم ومرحبا بكم فيديو جديد ومرحبا بكم ايضا على القناة. اليوم ان شاء الله غتكون صوت وصورة كما كنعاودكم، يعني كتكون وصفة. هاد النهار هذا ما غاديش يكون وصفة، غنتقاسم معكم الكادو اللي وصلني وانتم ما تعرفوه. وكنشكركم بزاف البنات لانه بالفضل ديال الله وبالفضل ديالكم نتوما لانني وصلت لهاد اكثر من 100 الف، تقريبا 178 الف ديال لي زابوني. كنشكركم بزاف من قلبي، واول مرة كنقول يعني ديما لا تعرفوا عليا عن قرب، يعني كتسمعوا غير الصوت. شكون هي سهيله؟ يعني ما تتعرفوش عليها. وان شاء الله اليوم بغيت نشارك معكم حتى انا ديما لا. وكنشكركم بزاف بزاف وبزاف البنات لان الصراحه يعني بالتعليقات ديالكم سواء الايجابيه وسواء السلبيه، يعني فعلا كان ما يعني ما شنو نقول لكم، شكرا لكم بزاف على هادشي. و حتى كنشكر الاخ ديالي، واول واحد اللي غادي نشكره الصراحه من قلبي وكنوجه ليه تحيه كبيره من الديار من المغرب، يعني الديار الالمانيه، هو الاخ ديالي سي محمد، اللي هو الاول ما اقترح عليا الفكره ديال اليوتيوب. هو اللي كان عاوني هو بزاف الحوايج اللي كان يعني ما كنت عارفاش اليوتيوب نهائيا. ثاني كنت بحالي بحالكم كنتفرج في اليوتيوبرز وهذا، ولما لا كنت كان يعني كنت كنطيب حتى انا وكان كيعجبهم داكشي. وقلت وقال لي لا تنسي تحلي قناة، وداكشي اللي دار لي حلي قناة. بديت حطيت واحد الفيديو وصافي، وحطيت فيديو كنت على ما اظن كنت حطيت البسبوسة اللي كانت دارت ضجة على الفيسبوك. صافي حطيتها وجلست يعني واحد الخمسة ديال الشهور ما حطيت والو. من بعد كان واحد العيد ميلاد ديال الاخ الصغير ديالي وكنت صايبت ليهم واحد التورته، باقي كنتذكر ديال التيراميسو. صافي من بعد ومن تما كان بدات الانطلاقه ديالي صراحه في اليوتيوب. وكنقول لكم البنات اللي عندهم القنوات الصغار اللي يلاه باديين، كنقول لكم البنات ما عليكم غير بالصبر، وحتى حاجه ما كتجي سهله الصراحه، غير خدموا وديروا الجديد ان شاء الله كل شيء غادي يوصل. كما بديت انا بالصفر حتى 178 الف ابوني راه ماشي سهله، ولكن الحمد لله اما كديري الجديد او كديري لاتوش ديالك يعني كتوصلي القلوب ديال الناس بزاف وكديري الوصفات اللي ناجحين. اكيد اكيد واكيد غادي غادي ان شاء الله يتبعوك لما لا، وغير شويه ديال الصبر راه كل شيء كيتقاد مع المده. وهنا الحمد لله دوزت عام ونصف والحمد لله ربي جاب بالتيسير، لانه هذا مكان. وكما قلت لكم عاوتاني كنوجه يعني واحد التحيه كبيره للام ديالي، وحتى هي كانت واقفه معايا صراحه وعاونتني وساندتني ومن البدايات ديالي حتى لدابا كنشكرها حتى هي بزاف. وجيت نقول لكم انا يعني ماشي طباخه، كان يعني كل واحد كيتسمع شاف شاف شاف، انا راه ماشي شاف، يعني كما قلت لكم انا طباخه هاويه، غير انا يعني الوصفات ديالي كيكونوا مبتكرين كيكونوا جداد على اليوتيوب، داكشي علاش انا سميت راسي وللاشاره فقط جيت نقول لكم باللي سميت الشيف سهيله. علاش اختاريت الاسم ديالي الشيف؟ لانه كان الحلم ديالي انني نكون شيف ان شاء الله، لما لا نزيد نطور من هذه المهنه ديال الحلويات يعني. وكما قلت لكم جيت نوضح يعني غير واحد التوضيح، يعني كيقولوا واش الشيف سهيله واش قريت يعني في شي معهد ولا شي حاجه. هي فعلا قريت الطبخ، قريت واحد تقريبا واحد العامين، ولكن ما وصلتش داك نيفو باش نكون انني ناخذ دبلوم ولا هذا، يعني كانت عندي واحد الظروف وانقطعت باش ما ناخذش الدبلوم ديالي. صافي وكما قلت لكم وسميت الشيف يعني شنو نقول لك، عطيتها الصراحه لراسي وقلت لي ما لا تنتوما اي حاجه كتنسب لكم تنتوما يعني قولوها في راسكم وثقوا في راسكم يعني وتعطيو الاكثر والاكثر. وحاجه اللي نقول القنوات يعني اللي باديين تنتوما الله يعاونهم ويوفقهم في القناه، وخدمي راسك كما نقول لك، ما تعولي على حتى شي وحده لانه حتى شي وحده ما غادي تعاونك الصراحه. الا كانت عليا انا على الراس والعين يعني الف مرحبا، ولكن شوفي معامل. وكنشكركم بزاف ونوريكم الهديه اللي وصلتني، وكنشكركم عاوتاني بزاف وان شاء الله نعطيكم الاكثر والاكثر. وهذا هو الدرع اللي وصلني، صنيت تقريبا شي 3 ايام دابا.
ولكن تا يكتب اليوم عاد بغيت نوريه لكم، وكنشكركم بزاف البنات وسمحوا لي الا كنت هضرت وانا متوتره، لانه فعلا لاول مره وانا كنهضر يعني ما عرفتش شنو غادي نقول شنو لا. وكنشكركم بزاف وبسلام عليكم، وان شاء الله نتلاقاو فيديو جديد مع وصفه جديده. وكنبغي نشكركم من قلبي والله راكم عزازين عليا، واي وحده احتاجت شي حاجه على الراس والعين جاوبها وكل شيء، يعني اجو عندي حتى الفيس ديالي سهيلة الادريسي حتى اللي ما لا، يعني الف مرحبا بكم وكنشكركم بزاف. وبسلام عليكم الى الفيديو الجاي ان شاء الله مع وصفة جديدة. باي باي.